تحظى الصحافة الوطنية في مملكة البحرين بالدعم والاهتمام والرعاية من لدن جلالة الملك المفدى والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث شهدت الصحافة البحرينية خطوات وإنجازات ملموسة على صعيد ترسيخ واحترام الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية في ظل دولة المؤسسات والقانون. ومن موقع مسؤوليتنا والتزامنا تجاه تلبية احتياجات الوطن والمواطنين الكرام وتطلعاتهم نحو المستقبل المشرق، نؤكد على حرصنا بتسريع خطواتنا التطويرية لإقناء المسيرة الوطنية وإمدادها بالوسائل الملائمة. هي السلطة الرابعة وعين الوطن والمواطن برسالتها التنموية والتربوية، وهي من تحظى باهتمام وبدعم لا محدودين من لدن جلالة الملك المفدى ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نحن هنا حتما نتحدث عن الصحافة الوطنية التي حققت نقلة نوعية رائدة في مجال حرية الصحافة في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى، حيث تشكل حرية الرأي والتعبير إحدى أهم مكتسبات التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين في ظل توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية. وقد شكلت الرعاية الملكية السامية لحرية الصحافة والإعلام في مملكة البحرين نبراساً مضيئاً لمسيرة العمل الوطني في ظل تأكيدات متواصلة من لدن جلالة الملك المفدى في أكثر من كلمة سامية على أهمية دور الصحافة في دعم المشروع الإصلاحي وعملية البناء والتنمية في مسيرة الوطن، وهو ما يعبر عن مدى دعم جلالته الكامل للصحافة البحرينية وحريتها ودورها الوطني ومسؤوليتها النهضوية والتنموية والتنويرية وأداء رسالتها التوعوية والتثقيفية النبيلة. ويأتي إطلاق جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة رافداً هاماً للاحتفاء بحملة مشاعل التنوير والوعي والإبداع الفكري من أصحاب الكلمة المسؤولة والرسالة الصادقة في وسائل الإعلام بجميع أنواعها. ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من ازدهار صحفي وإعلامي وثقافي ارتكز على مناخ الحرية الواسع الذي تطرح من خلاله جميع القضايا على الصعد كافة، فالصحافة البحرينية ماضية في أداء رسالتها النبيلة بتوفير الحماية الدستورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير في إطار رؤية راسخة في دعم الكلمة الحرة والنزيهة والإبداع الفكري وفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.